السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. منورين ما شاء الله. حديثنا موصول أيها الإخوة والأخوات حول الأمثال القرآنية. تخيل إنسان يغزل الصوف في أول النهار حتى إذا أوشك على إتمام الغزل في آخر النهار نقض غزله وأفسده، ثم عاد إلى الغزل والنقض، الغزل في أول النهار والنقض في آخره، وهكذا دواليك. كيف ترى هذا الشخص؟ الله عز وجل ضرب لنا هذا المثل في كتابه عن الإنسان الذي يجتهد في الطاعة ويعاهد الله عز وجل على الطاعة ثم ينقض هذا العهد كأن لم يكن. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه المرأة التي كانت تغزل في أول النهار ثم مع جيرانها فتأمرهم أن ينقضوا ما فعلوه، كأنه نوع من الجنون، وكان هذا دأبها وشأنها. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، يعني بعد أن أحكمت الغزل نقضته، يعني إن لم يكن الفتل محكما لكان هناك موجب لنقضه، لكن الفتل والغزل كان محكما فنقضه ليس له معنى، كأنه عبث. فالقرآن يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أنكاثا نعربها هنا حال، يعني فصارت أنكاثا. أنكاثا يعني خيوطا عديدة، بأن صيرت الغزل على حاله الأول. وهذا المثل يضرب للإنسان الذي اجتهد في الطاعة وداوم على الطاعات خاصة في رمضان ثم انتكس، يعني كان يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر من قراءة القرآن ويتصدق ويتزكى ويحفظ فرجه ويحفظ لسانه ويتعهد القرآن بالقراءة والحفظ وسماع الدروس، كل هذا يتركه بعد رمضان، وممكن يتركه بعد ليلة 27. يبقى هو ده الإشكال. ولذلك ثمرة الصيام إمتى نكتشفها؟ بعد رمضان. ثمرة الصيام الحقيقية بعد رمضان. والامتحان الحقيقي للإنسان لكي يعرف قبول صيامه، أو أعظم علامة من علامات القبول، الاستقامة على ما كنت عليه. يعني ربنا عز وجل من عليك بنعم كثيرة، حاول أن تداوم عليها بعد رمضان: إقلاع عن ذنب، تعاهد المسجد بالصلاة فيه، قيام الليل، كنت بتقيم الليل ساعة أو ساعة ونص، يعني خليهم 5 ركعات في 10 دقائق، صيام 2 وخميس لمن يستطيع، حفظ اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نداوم على ما اعتدنا عليه من غير تفريط. حديث عند البخاري، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. احنا كلنا كنا نقوم الليل، كلنا نقوم الليل، التراويح دي نوع من أنواع قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأمر سيدنا عبد الله، بيقول له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك الليل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال: أدومها وإن قل. وفي رواية مسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فهذه ثمرة الصيام، وهذه علامة القبول. اجتهدت، عاوز تعرف علامة القبول،
شوف إذا استصحبت عادة من عادات صيامك وحافظت عليها بعد رمضان يبقى أبشر. في ناس أعرفهم لم يحرصوا على الجماعات إلا بعد رمضان بعد أن ذاقوا حلاوتها، ولم يحرصوا على الأذكار إلا بعد رمضان، ولم يحرصوا على تلاوة القرآن إلا بعد رمضان. فإذا استصحبت عادة من هذه العادات بعد رمضان فهذا من علامات القبول. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يثبتنا على الطاعات التي كنا عليها في رمضان، وأن يغفر لنا في خاتمة هذا الشهر. وجزاكم الله تعالى خيرا، وتقبل الله منا ومنكم. لا لسه يومين، ده كده بوظت الخاطرة. طيب، the خاطرة for this morning is still a continuation on the parables of the Quran or the illustrations of the Quran. Usually these illustrations are something is like something, but the illustration we have today says do not be like something. So imagine, before we introduce this illustration from Surah An-Nahl, imagine someone who's reveling yarn or the thread in the early morning, and then at sunset they are unraveling it. After they perfect it, they are unraveling it. And they keep doing that every day. What do you call that person? It's very foolish to do that, because you're wasting your time, wasting your money. You're breaking down what you're making up. It's like little kids. The Quran says the same thing for those who have a strong covenant with Allah and then they break it. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Do not be like the woman who unravels her yarn after it is firmly spun. So this example is like someone in Ramadan who consistently does fasting during the daytime, night prayer at night, in the evening, and reading Quran, jama'ah in the masjid. All of these sadaqat, all of these different types of good deeds, guarding their tongue, taming their anger, and then after Ramadan, all of that is over. This is like someone who's unraveling their yarn after it is firmly spun. The Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded us to always maintain the good that we developed. If you develop a good habit or a good discipline, make sure that you maintain it. One of the signs of the acceptance of good deeds is when you maintain it. So the real test of Ramadan can be, the results cannot be seen now. The results of your worship in Ramadan cannot be seen now. They can be seen after Ramadan or even tomorrow, because some people think, khalas, after the 27th, it's over. So it's like you're studying a second language in the class. The real test is how you speak outside the class. Did you really learn something that you can use outside the class? So this is the month of Ramadan. This is the training period. The real results appears after this period is over. This is when you really can see the fruits. So you developed great habits during Ramadan. You must have stayed away from a specific sin. You must have been attending the masjid more regularly. You must have been praying Taraweeh every night. That is a great virtue. It is voluntary prayer. And you maintained and you did it consistently. You have been fasting every day. If you maintain all of that or some of these after Ramadan, then you should feel good that, alhamdulillah, this is one of the great signs of the acceptance of your Ramadan. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Abdullah ibn Amr ibn al-As, do not be like someone who used to do Qiyamul Layl and then he stopped doing it.
And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked, what is the best types of deeds? And he said, the one that you consistently do, no matter how little or small it is. So what really matters here is the idea of a discipline. You're disciplined. You choose to fast Mondays and Thursdays, you can manage it. You fast the whole month. Mondays and Thursdays would be luxury. I mean, would be very easy. You used to pray at night in Taraweeh for more than 1 hour. Praying 5 rak'at in 10 minutes would be a lot easy. So make sure that you maintain some of these disciplines after Ramadan. These are really the fruits of Ramadan, and this is how you test if your Ramadan is fruitful or accepted or not. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept all of our good deeds. So jazakumullahu khairan ajma'in.